نعم هذا رأى في المنام كأنه يخرج من عينه هذه بنت أو امرأة نعم هذه رأت كأنه خرج من عينها اليمنى دود هذه إصابات بالعين والحسد ودام أنه خرج الدود نجات لك بس عليك بالأذكار وغيرها لعل الله سبحانه وتعالى يحميك والعلم عند الله نعم هذه رأت كأن خادمتها سرقت التلفون ونزلت أسفل الدرج لكي تتصل وكذا والله يعني السرقات في المنام الحذر من الخلافات والحذر من وخلكم على حذر يعني من على أموالكم على أموركم لعل الله سبحانه وتعالى يحفظكم إن شاء الله والعلم عند الله نعم